الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الصالحين، إنه جواد كريم. اليوم الحلقة حقيقة عدم فقه مدلولاتها، والكلام اللي راح يدار فيها هو الذي أخذنا إلى المهالك، وهو الذي أوردنا الموارد، وهو الذي فعل ما فعل. يا إخوة يا كرام، اليوم راح نتكلم عن مسألة جدا خطيرة. هذه المسألة إذا ضبطت وإذا الإنسان يعني أحكمها سيضمن بإذن الله عز وجل حياة جميلة مليئة بالحب مع كل من يعيش معه، كل من يعيش معه، كل أحد في الحياة، حتى البهيمة والحيوان يحتاج من هذا الكلام اللي راح نتكلم فيه اليوم. يا أخو، إحنا اليوم راح نتكلم عن الكلمة وخطورتها، عن اللسان، أفات اللسان. اللسان هذا الذي أوردني الموارد، كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أمسك عليك هذا لساني. أخوة، إحنا اليوم لما انفلت اللسان عنا وأصبحنا نخوض باللي يسوى واللي ما يسوى، أصبحنا نرمي الكلمة ولا نلقي لها بال، وقع ما وقع في المجتمع من تناحر وويلات وشجار وخصومة وقيل وقع، فلان قال لي وقال لي وقال لي وطلقني وضربني وشتمني وسبني، كل هذا الكلام كله مربوط باللسان. لذلك يقولون لسانك حصانك، إذا صنته حصانك وإذا خنته خانك. فالموفق العاقل اللي يحفظ لسانه. لذلك يعني جاءت النصوص وجاءت الآيات وجاءت الأحاديث التي تحذرنا من خطورة اللسان. لا تتكلم بكل شيء، لا تثرثر عفوا على هذه الكلمة بكل شيء، لا تجعل لسانك أن أنت على قولتهم أبو العريف، في كل شيء أنت متصدر الشاشة، متصدر المجلس، متصدر المقهى، متصدر الطاولة. بعض الناس هكذا ثرثر كل صغيرة وكبيرة، يعمل نفسه هو كفى. يا أخي، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. عرف قدر نفسك، وعرف قدر تخصصك، وعرف قدرك أنت شو. هذا البرنامج أذكر أول ما سويته تكلمت مع الأخوة الله يحفظهم الموجودين في القناة، كانوا حابين يفتحون معي موضوع الفتوى. قلت له لا، أنا ما أفتي، أنا إنسان لا أفتي، الدولة فيها إدارة وفيها مركز إفتاء، الحمد لله في مركز موجود في أبوظبي مثل الدولة، وفي في دبي وفي في الشارجة، وطلبة العلم الكبار موجودين، أنا لست مفتي، أنا جامع أجمع لك من هذا الكتاب، من هذا المقال، من هذا المقطع، وأقرأ شوي وأجي أوقف لك على هذه الشاشة. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. أنا أعرف قدر نفسي. الإنسان يا أخوة العاقل عليه أن يعرف قدر نفسه وما يتكلم بالكلام بعبث، يرمي هكذا. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتكلم شيء أنت ما تعلمه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف يعني؟ يعني الله بيسألنا يوم القيامة عن كل هذه الأشياء؟ هي والله ربي سيسألنا عن ما يخرج من هذا اللسان. لذلك جاءت الأخبار أن الإنسان يأتي يوم القيامة يمد له سجل مد البصر، هذه أعمالك، هذه ألفاظك، هذه أفعالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما في كلمة أنت تخرج من لسانك إلا سحب لها القلم وكتبت في صحيفة أعمالك، كانت خير ستجزى به، كانت شر فأنت متوعد بالعقاب. المؤمن العاقل مثل ما مثلنا في الحلقة اللي طافت،
المؤمن العاقل يا إخوة اللي يملي صفحة حياته بالخير وما يجعل لسانه يخرج منه شيء إلا بعد ما يتأنى ويدرس ويفكر قبل ما تخرج الكلمة من لسانه. هاي الكلمة وين بتروح؟ هذه الكلمة شو بتسوي؟ هذه الكلمة ماذا ستفعل؟ هل هذه الكلمة ستكون سبب لاستقرار بيت؟ هل ستكون سبب لكسب محبة إنسان؟ هل ستكون سبب لتفريق أسرة؟ هل ستكون سبب لتمزيق شمل اثنين يحبون بعض؟ هل ستكون سبب لتفنيش موظف من مؤسسته ومن دائرة اللي يعمل فيها؟ هل ستكون سبب أني أنا أشوه فيها سمعة إنسان؟ يا أخي قف مع نفسك شوي، قف مع نفسك قبل ما تتكلم بالكلمة. أنا لما أنشر مقطع في برنامج من برامج التواصل أرجع أسمعه وأعيد وأكرر وأقطع، لا شيل هذه ما نبغي وحط هذه الكلمة. ليش؟ حتى يطلع كلامنا جيد وكلامنا طيب وكلامنا موزون وكلامنا ما نؤخذ عليه. هذا إذا كان إحنا المتابعين لنا بشر، بشر، كيف إذا كانت هذه الأعمال وهذه الألفاظ وهذه العبارات اللي تخرج منك سيحاسبك ويسألك عنها رب البشر. الموفق العاقل يا أخوة يا كرام لازم يفهم شوي، لازم يفهم، ما يتكلم بأي شيء، ما يرمي الكلام بس كذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: من يضمن لي ما بين لحييه. هذه ما بين لحييه، شو اللي من بينهم هذول؟ الأسنان؟ لا لا، اللسان يا أخوة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة. أضمن، أنا أضمن لك الجنة، احفظ لي لسانك بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أضمن لك الجنة، يا أخي احفظ لي لسانك واحفظ لي فرجك إن يقع بالحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. كلنا يبغي الجنة، كلنا يبغي يتمنى أن يضع قدمه في الجنة. الموفق العاقل يا أخي اعمل بهذه الوصية النبوية الجميلة، اعمل. هذا يدلك على ماذا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه، يعني هذا اللسان إذا تضمن لي أنا أضمن لك الجنة. هذا يدلك على إيش؟ على خطورته. إذا فلت منك هذا اللسان قد يكون سبب إلى دخولك النار. عندنا حديث خطير خطير تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. تخيل معي الحديث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، في رواية من سخط الله، يهوي بها في قاع جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. لا تستهين بعباراتك، لا تستهين بكلامك، لا تستهين بألفاظك. وزن كلمتك، جعل كلامك هذا اللي يطلع منك يكتب بماء الذاب، لا تجعله يكتب بأمور لا تحمد ولا تذكر بخير. هذه حياتك، انتبه. لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن خنت خانك. احفظ دائما في المجالس، في المجالس، في العمل، وين ما تجلس يا أخي انتبه للكلمة. الكلمة مأخوذة من شو يا أخوة؟ مأخوذة من الكلم، هو الجرح. الجرح، هل تستطيع أنت؟ أنا الآن مستعد الآن بهذا القلم أجرح صبعي شوي، هني شوي جرح قوي شوي، يمكن يبقى هذا الجرح إلى الحلقة الجاية أرويك، أقول لك شوف تذكر هذا الجرح موجود. الكلمة مأخوذة من الكلم وهو الجرح. أنت لما تتكلم بكلمة قد تجرح فيها إنسان، هذه الكلمة تحتاج وقت طويل حتى تبرأ، حتى تهون، وحتى يزول مفعولها وينتهي تأثيرها.
كم أفسدت من بيوت، كم مزقت من أسر، كم فعلت ما فعلت الكلمة. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، يا أمي الغالية، انتبهوا لألفاظكم. علينا جميعا ننتبه لألفاظنا، ننتبه لكلامنا اللي يخرج منها. كلمة يسخر فيها الإنسان، يستهزأ في الدين، يستهزأ في سنة، يستهزأ. تجد بعض الأشخاص، شوف اللحية، شوف شو هذا، شو اللحية، حتى التيس في لحية، يسخر ويستهزأ في دين الله عز وجل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد اليوم بعض الأشخاص يسخر في الجنة ويطنز عليها في مواقع التواصل، ويأتي بعبارات يعني توحي على السخرية. هذه هي الكلمة، إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. شو يعني يا أخوي؟ الله أكبر. يعني أنت تكلمت في هذه الكلمة عادي، ما مسوي لها سالفة، لا يلقي لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا فارقة معك ولا على البال. يهوي بها الرجل أبعد مما بين المشرق والمغرب. وين المشرق؟ وين المغرب؟ هذه المسافة كلها في قاع جهنم. قد تكون سبب أن الإنسان يدخل في قاع جهنم هذه المسافة وهذا المسير، بسبب إيش؟ كلمة قالها ولم يلقي لها بالا. مرة كنت في مكان أتكلم مع بعض الأخوة، فهو يبغي يستفزني شوي بالكلام، فكان يتكلم مع أحد الموجودين، قال تعال اليوم بنروح، أنا بضبطك اليوم شيء مرتب وشيء، وأنتوا فاهمين هو شو يقصد، بوديك حفلة ومجون فأنا صديت له وقلت له هذا الحديث. قلت له إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، في رواية 70 خريفا، أبعد مما بين المشرق. أنا ما قصدت، أنا قلت له إحنا الله عز وجل أعطانا عقول ونفهم ونعرف مدلولات الألفاظ. أخي لا تستهينوا بهالأشياء هذه، لا تستهينوا بهذا الألفاظ أبدا. أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، أظنها عائشة، قالت عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فلان القصيرة، القصيرة يعني سخرت منها، سلوب سخرية رضي الله عن أمهات المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. شو قال؟ قالت يا قصيرة شوي بس خرت منها، من أسلوبها، من عفوا هيئتها. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدتها من خطورتها. شوفوا كيف، فما بالك اليوم اللي يتكلم كلمات خطيرة جدا جدا، فيها تدمير لمجتمعات، لنشر شائعات، تدمير بيوت، تدمير أسر، تشتيت شمل. من يتحمل هذا يوم القيامة؟ أنت تفكر بس جديد، تعالوا روح، لا لا لا، وقفوهم مسؤولون، تعالوا أنتوا والله بيسألكم يوم القيامة. ما في شيء روح، كل شيء مسجل، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. والموفق العاقل يقف عند كل ألفاظه وكل مدلولات حياته حتى ينجو فقط يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يا إخوة يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر كثيرا وتوعد كثيرا وحث كثيرا ورغب كثيرا بأن الإنسان فعلا يحفظ لسانه من هذه الزلات. حتى أنك تجد كتب اليوم قد كتبت، كتب موجودة على أرفف المكاتب فقط عنوانها آفات اللسان. أنا عندي كتاب اسمه آفات اللسان لأحد المشايخ، والله يا إخوة أذكر تكلمت في هذا الكتاب، يعني جلست أشرح فيه كل يومين أتكلم، أخذ منه شوي وأتكلم في أحد برامج التواصل، يمكن جلست 6 أشهر وأنا فقط أتكلم عن خطورة اللسان وعن آفات اللسان، وكم أن هذا الموضوع جدا خطير. وكتب ألفت، آيات أنزلت، أحاديث سطرت، لماذا؟ خطورة الشيء.
خطورة الشيء. يا أخوة يا كرام، معاذ بن جبل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال له صلى الله عليه وسلم، ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وذكر له بعض أبواب الخير، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أنا بدلك على شيء يريحك يجمع لك هذا الخير كله. فقال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، كف لسانك، بس امسك لسانك، امسك لسانك عن الكلام في الناس، عن الغيبة، عن النميمة، وعن القيل والقال، كثرة السؤال، بس هذا يكفي. ألا أدلك على جماع ملاك ذلك كله؟ فلا يا رسول الله، شيء يجمع لك إلى الخير؟ قال: نعم. قال: كف عليك هذا، بس احفظ لي هذا اللسان بس، وشو يطلع منه أنت بخير وبنعمة وسلامة. فهي أقول المسألة جدا كبيرة. وأنا الأسبوع اللي طاف، حلقة الأربعاء اللي طافت، تكلمت عن أداب المجالس، وتكلمت عن هذه المسألة، عن خطورة الغيبة والنميمة، وهذه تدخل في حديثنا اليوم. اليوم المجالس شو اللي يدار فيها من كلام ومن حوار؟ يا كلام في أعراض الناس، يا كلام في زوجات الناس، يا كلام في بنات الناس، يا كلام في هذه طلقت، هذه انفصلت، هذه شفتها في المحكمة، هذه متضاربة يا زوجها، هذا فن شو من الوظيفة، فلان مسجون، فلان كذا. شو لك في الناس؟ شو لك في البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي، الإنسان إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت، يعني أنك تقول، شوف رسول الله ماذا قال: من كان يؤمن بالله. يا أخي، ربط المسألة بالإيمان بالله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر؟ يا أخي، قول الخير بس أو ليصمت. يا أني يطلع من لسانك كلام طيب تجد منه الأجر ولم الشمل. لا خير في كثيرا من نجواهم، الله عز وجل يقول: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم. نجوى الناس، حديث الناس، كلام الناس، النقاش اللي يدور بين الناس، الحوارات التي تدار في البيوت، لا خير في كثير من نجواهم، الله عز وجل يقول: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإنسان العاقل، يا أخي، لا تجعل الملائكة هذا جالسة تترصد لك أنت في المجالس وتكتب منك هذه الأمور. إحنا اليوم تساهلنا بطريقة كبيرة جدا بهذه المسألة. فاكهة المجالس، ها، لذة المجالس اليوم ما تحلو إلا بهذه المسائل، للأسف الشديد، القيل والقال والطعن في الناس وكلام الناس. كلنا عندنا أخوات، وكلنا عندنا بنات، وكلنا عندنا زوجات، وكلنا عندنا أخوة وأخوات، وكلنا عندنا أهل، والله ما نقبل أحد يذكرهم بسوء. وما في أحد فينا، ما في بيت اليوم ما يخلو من مشكلة، من زلة، من هفوة، من خلاف. لا تتكلم، اسكت. ليش تتكلم؟ ألو فلان، كيف حالك؟ ها، والله تصدق أنا شفت فلان اليوم كذا كذا كذا. معقولة شفته؟ والله شفته بعيني كذا يسوي كذا. ليش تهتك ستر الناس؟ ليش تتعدى على عورات الناس؟ أنا واعظ في وزارة الداخلية، وبالأخص أنا واعظ في المؤسسات العقابية. أنا أعطي محاضرات للنزلاء المساجين الموجودين في السجن. والله رأيت أشخاص صعقت لما رأيتهم داخل السجن، أعرفهم. ولا بعمري ولا بحياتي طلعت في مجلس من المجالس وقلت أني أنا شفت فلان في السجن، ولا بحياتي تكلم شفت فلان موجود ومسوي كذا وقضيته كذا كذا. يسألوني الشباب: ها، شو السجون، شو كذا، شو العمل؟ الحمد لله الأمور طيبة.
أعراض ناس يا رجل، أسرار ناس، هذه أمانة أتكلم فيها، أهتك ستر الناس وأهتك وأفضحه وأشوه سمعته. ليش؟ فاصل فاصل يا أخوي الكرام، ونعود إليكم من جديد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث معاذ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وأبواب الخير، ثم قال: ألا أدلك على جماع ذلك كله، أبواب الخير كله، بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني يا رسول الله، هل الله عز وجل بيحاسبنا بالكلام اللي احنا نتكلم فيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم تلك العبارة الشهيرة التي هي تعتبر من ألفاظ التوبيخ، من ألفاظ الزجر. قال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه عبارة يستخدموها العرب يعني مثل التوبيخ والزجر. قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أصلا في شيء بيدخل الناس النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنة، إلا بسبب لسانهم؟ هذا هو السبب الأكبر، هني الطامة الكبرى. شوف كيف هذا الحديث مخيف. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله والله لو كل واحد فينا اليوم وقف يعني مع هذه الأمور، مع هذه الأشياء، وتأنى في كل كلامه وفي كل ما يكتب وفي كل ما يغرد وفي كل ما ينشر، لكنا جميعا مفاتيح خير مغاليق شر. روح ادخل اليوم برامج التواصل الاجتماعي، روح افتح بس، ادخل في الإكسبلور هذا، قلب الشاشة. معقول هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ معقول هذه المنشورات ينشروها ناس مسلمين، ناس يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ قمة في الانسلاخ من الحياة، من لا مبالاة، من الإسراف بالمعاصي والمحرمات. شو هذا؟ تنصدم، تنصعق، تدخل على الحساب، فلان ما أدري منو، فلان اسمه كذا وحاط صورته، شاب مسلم عاقل كبير ملتحي واعي مدرك، كيف تتجرأ تنشر مثل هذه المنشورات؟ كيف تتجرأ تكتب مثل هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دعا إلى ضلاله كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه. أنت متخيل لما تكتب تغريدة أو تنشر مقطع فيه سخرية، فيه عراية، فيه استهزاء بالبنات، أو دعوة إلى التبرج والسفور، هذا المقطع وين يروح؟ وين يلف؟ وكم اللي بيشوفه؟ وكم اللي يبلغ الآفاق، يلف الأرض لف؟ منو اللي نشره؟ أنت اللي نشرته. منو يتحمل آثام هالبشر كلها؟ والله العظيم الذي لا إله إلا هو، أنك أنت اللي تتحمل. أنت الشخص اللي نشرت هذه الأشياء، أقسم بالله، وأنا مش ملزم أني أحلف، أقسم بالله أنك أنت تتحمل أوزار كل البشر اللي شاهدوا هذا المقطع اللي أنت نشرته. ليش؟ شو في المقطع؟ المقطع فيه تبرج، فيه سفور، فيه أغاني، فيه محرمات، فيه يا رجل، إيه أنت استهنت، طلعته من الاستديو وحطيته في الانستغرام، عملت له سند
وراح بلغ الآفاق على كتفك الآثام يوم القيامة. تأتي يوم القيامة أوزار على كتفك. من وين؟ طلعوا لك هذه المقاطع، تفضل. هذا مقطع أنت نشرته في تبرج، هذه أغنية، هذه فيها طعن بأعراض الناس، هذا فيه هتك لأسرار وبيوت الناس، هذا فيه فضيحة المعلمة الفلانية، فضيحة الممثلة الفلانية، فضيحة الحاكم الفلاني، فضيحة. والله العظيم ستسأل عنها يوم القيامة، والله أن ربي سيسألك عنها يوم القيامة. عشان شو؟ عشان مقطع أنت نشرته في برامج التواصل الاجتماعي. عاقل يفعل هذه الأفعال، إنسان عاقل مدرك يفعل مثل هذه الأمور؟ والله ما يفعل. أنا ودي اليوم شوي أشد الكلام، بس ما أبغي على قولتهم أتهور معاكم. عاقل يفعل كذا؟ مقطع فيديو مدته 60 ثانية يكون سبب لدخولي نار جهنم والعياذ بالله، يكون سبب أني أقف بين يدي الله يوم القيامة وأسأل عن هذه المنشورات؟ شو بتقول لله يوم القيامة؟ ماذا ستقول لله عز وجل لما تقف بين يدي الله ويطلعوا لك فلان أنت نشرت هذا المقطع، وهذا المقطع كان سبب لدمار أسرة، أنت اللي نشرته. قبل كم يوم نزلت مقطع في الانستغرام عن خطورة النساء اللي يصورون في قاعات الأفراح. تجد بعض الأخوات هداهن الله يصوروا سناب شات في قاعة أفراح، نساء حريم، وانتو تعرفون حرمة شو بتكون لابسة في قاعة أفراح بكامل زينتها. بعض الأخوات والأمهات شالين تصور سناب شات، تصور بنات الناس وهم لابسين هذا اللبس. في أحد التعليقات الموجودة تحت هذا المقطع، والله وحدة كاتبة تقول أقسم بالله أني أعرف حرمة عندها 6 أبناء تطلقت من زوجها بسبب أن كانت زوجها كان جالس في العمل مع صاحبه وفاتح سناب شات. صاحبه فاتح سناب شات يقول شوف هاي فلانة مصورة في السناب شات عرس بنات. هذا يوم شاف الصور شاف أن زوجته في المقطع وهي جالسة ترقص في قاعات الأفراح. اللي يراويه المقطع ما يعرف أن هذه زوجته، ما يعرف، بس هو يوم شاف المقطع زوجتي، مو بزوجته اللي ناشره، اللي ناشر واحدة ثانية صورت زوجة فلان وهي جالسة ترقص. الرجل متى مالك نفسه طلق المرأة، والله قال ما أبغيك، وفعلا طلقها. عندها 6 أبناء، من اللي تسبب ودمر هذه الأسرة؟ من المتسبب اللي مزق هذه الأسرة المتكونة من 6 أفراد؟ أنت اللي نشرتي هذا المقطع. يعني هذيك الحرمة على نياتها جالسة تفرح بعرس يمكن حد يخصها من أهلها أو كذا، وهذه البنت اللي صورت ونشرت المقطع وبلغ الآفاق إلى أن وقع الفيديو بيد الزوج. إذن يا إخوة يا أخوات، الإنسان لابد أن يقف مع نفسه شوي، لابد أن يتأنى في. ادخل يا أخي، ادخل من لحساباتك، ادخل لإنستغرامك، ادخل افتح شوي، شوف أنت شو جالس تنشر. أنا أتكلم جد، ترى ما أمزح معك. الحين أنت تسمعني، أرجوك الآن افتح حساباتك. أنت شو جالس تنشر؟ شو جالس تكتب للناس؟ شو المنشورات هذه؟ ترضى يا أخي مع نفسك؟ لأن الحلال بين والحرام بين، والإثم ما حكى في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. أنت اسأل نفسك، ترضى أن هذه المنشورات بين يدي الله يوم القيامة تعرض لك بين يدي الله يوم القيامة؟ هل أنت راضي بهالأشياء أن الله بين يدي الله، الله يسألك عنها يوم القيامة؟ هل أنت تراها عادي مرة؟ طيب ما في شيء عادي فيصل، الحمد لله عرف نفسي ما نشرت إلا الخير، الحمد لله الله ملك. أنت هل ترضى بمنشوراتك ولا أنت شو جالس تنشر؟ أنا والله يا أخوة يشهد ربي أني ما كتبت هذا الكلام، ولكن تمهي نفسي أني راح أتكلم فيه، لكن الموضوع يعني
تعدى الذوق وتعدى الأدب وتعدى ووصل إلى النخاع إلى العصب، وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا من الانسلاخ من الحياة والقيم والمبادئ اللي رباها فينا هذا الدين وعاداتنا وتقاليدنا اللي تربينا عليها من آبائنا وأجدادنا وقياداتنا وشيوخنا وحكوماتنا. ما علمونا إلا السنع والمعاني النبيلة والأخلاق الطيبة التي ترضي الله عز وجل. ما علمونا أن نصل إلى هذه المواصيل قمة في الدناءة للأسف الشديد. أنا وأنت اللي أخرجنا هذه النماذج على الشاشات، والله أنا وأنت، من الذي أخرج هذه النماذج السيئة التعيسة اللي تنشر كل وبال وكل دمار وكل انحطاط وكل خزي على الشاشات؟ من اللي أبرزها؟ من اللي نفخها؟ من اللي برزها؟ من اللي طلعها؟ أنا وأنت لما دخلنا لحساباتهم وعملنا لهم فولو متابعة، أنا وأنت لما عدد مشاهدين هذا الشخص زادت، الرجل أعجب بنفسه، قال إذن أنا خلفي جمهور يصفق وأعجب بما أنشر، معناته شو؟ معناته زيد في منشوراتك اللي أنت تنشرها من خزي ووبال ودمار وشتات. لو أنا وأنت عرفنا من نتابع ومن ولمن ننشر ما رأينا هذه النماذج، والله تصدرت برامج التواصل الاجتماعي للأسف الشديد المر. لكن للأسف الشديد ما أعرف شو، والله أنا فلان ليش تابع هذا؟ والله يا ريال أتسلى لما أكون فاضي، أتسلى وأسمع. تتسلى من هو هذا اللي أنت تتسلى معاه؟ من شو هو أصلا؟ شو مؤهلاته؟ شو شهاداته؟ شو عقله؟ شو ثقافته؟ شو ها؟ ما أدري والله، يعني ترى مشهور. هي بس مشهور شو جالس يعلمك؟ ولا حاجة يا ريال، الدنيا بخير، في صلاة تتشددون أنتوا؟ كيف لا تتشددون؟ هذول جالسين ينشرون ويدسوا السم بالعسل وينخروا في عاداتنا وتقاليدنا وحشمتنا وحجابنا ومبادئنا وألفاظنا وسلوكنا. مع مرور الوقت المعصية تؤلف وتتسلل لقلوب الناس، بعد ذلك ما تستطيع، لا أنا ولا أنت ما نستطيع ننكرها ولا نستطيع نغيرها، طبعت بالقلب يا رجل، يصبح الأمر هذا خطير. أنا أقول لك الآن من هذه الشاشة، الآن ادخل حسابك، الغي متابعة هالنماذج الغير سوية، الغيها يا رجل، أنت في غنى عنها. أصحاب المبادئ والقيم النبيلة والأعراف السنعة واللي ينشرون النافع والمفيد مليانين في برامج التواصل، خلصوا عنك البشر، تابع هذول الشواذ، هذول أصحاب الفكر المنحط، أصحاب القيم والله المستعان من غربة الإسلام وأهله. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، نسأل الله أن يلطف بنا، والله نسأل الله أن يلطف بنا. الله يعين أبنائنا وأجيالنا، الأطفال هذول الصغار باكر يكبرون، شو راح يكون وضعهم إذا إحنا اليوم يعني أدركنا هذا الانحطاط اللي ما له مثيل على في الكرة الأرضية، ما له مثيل. أنا ما أتوقع أن مر في زمن من الأزمان وجدنا انحطاط سلوكي وفكري مثل اللي إحنا فيه. لا يعني كلامي أن البشرية ما فيها خير، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس وهلكت البشرية والدنيا خلاص انتهت، هذا معناته أنت أهلك واحد فيهم. لا، الدنيا فيها خير، مثلك وشرواك، وانت اللي تسمعني وانت يا أختي الكريمة فيك الخير، فيك البركة. منكم احنا ننتظر الجيل الصاعد المثقف الواعي النبيل اللي راح يغرس
القيم الطيبة اللي راح يغرس في الأجيال القادمة، حب الله وحب رسوله، حب الخير وكره المعصية بكل أنواعها. فيكم إن شاء الله الخير والبركة يا إخوة. لا تستهينوا أبدا بهذه المسائل، الأطباع سراقة يا إخوة. أنت تتابع شخص تقول أنا بس أضحك عليه، والله مع مرور الوقت تشوف نفسك أنت أخذت من أطباعه وأخذت من سلوكه وأخذت من أفكاره وثقافاته بدون ما تحس، بدون ما تحس أنت جالس تأخذ وتتطبع بطبايعه. منذ متى كان الشواذ الإنسان الشاذ؟ منذ متى كان يعني يجد مدافع يدافع عنه؟ منذ متى الشاذ من استوى الدنيا منبوذ، يعني مكانه معروف وميولاته وعقله ما يزن شيء في الحياة، ما يزن شيء الإنسان الشاذ، والله ما يزن شيء. أنا أعرف هذه الورقة الإنسان الشاذ هذه لما تفعل فيها كذيها وترميها شو تزن؟ هذه ما تزن حاجة، والله ما تزن حاجة. أصحاب الأفكار الشاذة والمبادئ التعيسة ما يزينون هذه الورقة، هذا كنا اللي احنا نعرفه. لا اليوم لا، لا منو قالك اليوم لا يا حبيبي؟ يفرش طريقه ورد ورياحين سيارات مؤسسات ودوائر ومسارح تستقبله وتصفق له، وانت اليوم رأس، وانت احنا نحبك، وانت مالك ليش بس لو سمحت ممكن سيلفي معك، بس طمعان ان يتصور معاه في سنابه او في برامج التواصل الاجتماعي الموجودة اليوم. وهو من ما يزن هذه الورقة. انا عرف ان اليوم انا غير عن باقي الحلقات كلها، لكن هذا كلام في قلبي واحببت اني اخرجه، لان هذا واقع مر احنا للاسف نعيش فيه ونراه، وان لم نتدارك ما نحن فيه ستكون النتائج وخيمة أمام الأجيال القادمة. ما تعلمنا من شيوخنا ومن قيادتنا، ما تعلمنا منهم إلا السنع والمراجل. نحن قادات حروب، نحن نقود حروب، نقود معارك، نتصدر مجالس، نتصدر الكلمة، ونتصدر. منذ متى إحنا يخرج عندنا في جيلنا مثل هالنماذج هذه ويحسب لها ألف حساب ويحسب لها حساب؟ منذ متى؟ هذا ما يزنون شيء في الأرض. اليوم بسبب هذه البرامج وأنا وأنت لما صفقنا وتابعنا هالناس أصبح لهم وزن وثقل في المجتمع. الله يرحمنا برحمته ويتولانا برعايته ويبعد عني وعنكم يا أخوي الكرام كل سوء. خلونا نرجع لما كتبنا وسطرنا قبل أن ينتهي وقت البرنامج، لكن قبل ما نعود لما كتبنا فاصل يا أخوي الكرام ونعود إليكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. خلونا نرجع يا أخوة للمادة اللي معانا لعلنا نستفيد إن شاء الله عز وجل. احنا تكلمنا عن خطورة اللسان وذكرنا الغيبة والنميمة والأمور الأخرى، لكن في مواضع ذكرها الشرع يا أخوة الكرام تجوز الغيبة فيها. يجوز أني أنا أذكر فلان أذكر بشيء سيء، في مواضع ذكرها الفقهاء أنك يجوز أنك تذكر فيها. من هذه الأمور يا إخوة أنك تتكلم عن ظالم، أذهب لولي الأمر للقاضي لكذا، أذهب يا فلان أنا فلان ظلمني وأخذ مالي، الحين هذه غيبة ولا لا؟ أن فلان ظلمني وكذا، يعني لما يرفع الأمر للقضاء لأخذ حق معين هذه غيبة، لكن هذه تجوز. ليش؟ لاسترداد الحقوق، وما يتحقق هذا الشيء إلا أن أنت تتكلم وتذكر عيوبه عشان أخذ حقي، يا فلان هذا سرقني، هذا فعل بي كذا، هذه غيبة تجوز. الموضع الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، يعني أنا مثلا
أنا مثلا أعرف ابن جاري واقع بأمور محرمات، شاب صغير عمره 15 17 18 20 سنة، الحبيب عليه سوالف وكذا مسوي مشاكل. أنا الحين عشان أعالج هذا المنكر لازم أروح حق أبوه، أروح حق أخوه الصغير، أخوه الكبير، تعال فلان ترى أخوك سوى كذا 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 كذا. أنا الحين تكلمت وأخرجت عيوب هذا الرجل، هذه غيبة. ذكرت لأن الغيبة شو تعريفها؟ ذكرنا قلنا ذكرك أخاك بما يكره. أنا أتكلم في عيوب الشخص هذا، لكن هني لإزالة منكر يجوز. هذا الرجل جالس يفسد مثلا مجتمع، فلان ولده يوزع مخدرات في المنطقة، أروح أتصف الشرطة، تعالوا يا جماعة الخير هذا الرجل يوزع مخدرات، هذا يجوز. ليش؟ لأن أنت تبغي تعالج منكر واقع فيه هذا الشخص، هذه غيبة لكنها تجوز. كذلك يا أخوة من الأمور تحذير المسلمين من شر إنسان معين. جاني شخص وقال لي يا فيصل والله مهند خاطب عندنا، الله يعينك يا مهند شد حيلك. جانا شخص وقال يا فيصل مهند خاطب عندنا شو رايك فيه؟ أوه أنا يا مهند إذا سألوني عنك بتروح فيها. لا مهند رجل طيب يشهد الله، أنا لكن أسولف لأنه تحت الهواء في الإخراج يسمعني. لكن أنا أعرف هذا الشخص مثلا، مش مهند، أي إنسان أعرف هذا الشخص، هذا الشخص ما يصلي ما يركع ولا شيء، هذا الشخص ضار بوالديه ما يحترمهم، لسانه بذيء. كان قال لي فلان يا أخي فلان خطب عندنا شو رأيك فيه؟ تروح تقول له هني والله زين ريال طيب، بعدين تمسك تقول له فلان ليش قلت ان هذا طيب؟ ترى انت تعرفها ما يصلي. قال يا ريال ربيعي ايش تبغاني اقول عنه؟ ربيعي تبغيني اقول انه ما يصلي؟ بعد مو بزين، ما في شيء اسمه ربيعك هني. وبعدين بيقول لك واحد ثاني لا يا ريال من ستر مسلم ستره الله، خلني استر عليه مو بزين. لا هني يجب عليك تقول الحق، حتى لو ان هذه غيبه اقول الحق، لان هذه امانه، هذه أمانة. أبوي أنا أقول لك صراحة فلان صراحة صح أن ربيعي وصديقي وأخوي ابن عمي، لكن أقول لك صراحة ترى فلان ما يصلي، وصراحة لسانه طويل وبذيء ويسب ويشتم، هذه تجب عليك، هذه غيبة لكن تجوز في هذا الموضع. كذلك التحذير من بعض رموزه البدع، الخوارج، الطوائف المنحرفة يحملوا أفكار سيئة كذي. تروح أنا أروح مثلا أفتح سناب يا جماعة الخير احذروا من فلان، أذكر اسمه، هذا فلان يحمل فكر كذا 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 كذا، هذه غيبة لكن تجوز. ليش؟ لحماية المسلمين من أفكار السقيمة، من توجهات الخطيرة. إذن هذه المواضع اللي يجوز أن الإنسان يغتاب فيها شخص معين. ليش؟ لأن هناك مصلحة أعظم تتحقق من الكلام في هذا الشخص. يا إخوة كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تجعل لسانك أي شيء سمعت تكلمت فيه. اليوم الإشاعات هذه من وين هي الإشاعات أصلاً؟ شو الإشاعات هذه؟ أن الإنسان يسمع أي شيء ويطير فيه. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع. أي الريال أسمع اليوم صاير كذا كذا، بعد نص ساعة طلع الكلام اللي يقوله كله غلط. فلان ليش توك أنت تقول والله سمعت؟ ما في شيء اسمه سمعت، هذه أخبار قد تبنى عليها أمور ومصالح ناس ومستقبل أشخاص ومستقبل حتى الدول. كم من الدول اليوم أفسدوها بسبب الإشاعات، بسبب القنوات، بسبب كذا، جمع كلام كل تكلم وطعن في دولة، في شيخ، في حاكم، في داعية، في كذا، وفعلا استطاعوا أن يصنعوا بلبلة في المجتمع بسبب شو؟ أنه يتحدث بكل ما سمع. لا، الإنسان يتكلم بشيء اللي يعيه ويعرف أن هذا صحيح وكلامه فيه مصلحة، إذا تكلم فيه بتكلم فيه، غير كذا لا. الإنسان يا إخوي يحذر من الكذب، الكذب خطير. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب عند الله كذابا. الكذاب يوم القيامة يكتب له عند الله فلان الكذاب. بعض الناس يستمتع يجلس معك في المجلس ويألف قصص ويألف أنا والله شفت كذا، وتعيش في جو وانت تسمع زين، والحبيب
ما ينتهي من كذبة إلى أخرى، من قصة إلى أخرى، يشرق فيك وغيره كله كذب، ما له شيء من الحقيقة. ليش؟ شو كلف إنك؟ شو كلف إنك تكذب يا ولد الحلال؟ سولف باللي عندك واللي تعرفه والحمد لله رب العالمين. شو كلفك تدخل بيه؟ ليش؟ ما عليك، أنا أسوي لهم جو بالكذب. بعض الناس يكذب عشان يضحك الناس، يكذب عشان يضحك الناس. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذر من هذا الشيء وبقوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. قيل الويل هو وادي في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وقيل هو وعيد من الله عز وجل. ويل للذي يكذب بس عشان يضحك الناس، قال خلني بسوي لهم قصة شوية شي بكذب عشان يضحكون، وأكون أنا اللي ماكل الجو في المجلس، ها، ولا في الديوانية ولا في مكان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ويل له، ويل لمن يكذب لكي يضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. هذا الأمر خطير. إنسان ينزه لسانه يا إخوة من اللعن ومن الشتم ومن القذف. والله يا إخوة أنا أتكلم عنكم، عني أنا شخصيا، والله ما أذكر بحياتي يعني قلت لشخص يعني من باب السوالف ان هذا صديقي وعادي، يا حمار يا حيوان، والله اني استحي اقولها حتى على الشاشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. تجد البعض يسب الام، هذا يسب ام هذا وهذا يسب ام هذا، وهذه كبيره من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر عنه وبقوه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شوف اسمع اسمع هذا الحديث، وهذا موجود اليوم. تجد بعض الناس عادي عنده: أمك شو هذا؟ والله ما أقدر، ما أعرف، ما أستطيع حتى أضرب مثال، والله ما أتجرأ أني أضرب مثال في هذه القناة الموقرة وأتلفظ بمثل هذه الألفاظ الموجودة اليوم للأسف بين بعض الشباب في المجالس في البيوت. عادي عادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أحدكم يسب أباه ويلعن أباه؟ قال: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا يسب أبو هذا فيرجع هذا يسب أبو هذا، فيرجع هذا يسب أم هذا ويرجع هذا يسب. فعلا لما تجي هذا الشخص يقول حق فلان يسب أمه، هذا يرجع يقول له نفس السبة: أنت ما أدري شو أمك ولا أبوك. مسلم عاقل يفعل هذا الشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالسباب ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. دائما جال لسانك ما يطلع منه إلا طيب، ما يطلع منه إلا طاهر، ما يطلع منه إلا الكلام الجميل النقي اللي من خلاله تستطيع أن تتسلل لقلوب الناس وتكسب محبتهم. العاقل هكذا يفعل يا أخوة، العاقل يفهم كيف يكسب محبة الناس من خلال شو؟ هذا اللسان. هذا اللسان قد يكون سبب أنك تكسب محبة من يعيش معك، وقد يكون سبب أنك تخسر من يعيش معك. أمر آخر ومهم يا إخوة، إخوة لابد أن نفهم شيء، أن المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة، وهذا خبر صح عنه صلى الله عليه وسلم، أن المجالس بالأمانة. إذا شخص تكلم معك بسر مو بتروح تتكلم فيه، وسامحوني يا معشر النساء، إحنا نعتذر منكم، هذا الشيء موجود عند النساء بصفة أكثر عن الرجال. تحمل تعطي سرك حق حرمة، تحمل تعطي سرك حق حرمة، ثاني يوم الفريج كله يعرف. لا تزعلون، طولوا بالكم والأمور طيبة، مشوها سلكوها حلقة اليوم. الخبر فايح في المنطقة كلها، خلاص الأخضر واليابس اللي يسوي اللي ما يسوي يعرفون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. كيف يعني؟ احنا جالسين في مجلس، انا بجنبي صاحبي، ابغى اتكلم معه، قبل ما تكلمت معه لفيت شوي وكذا، بعدين تكلمت معه، صديت شوي يعني كاني ما ابغي احد يسمع. شايف الحركه هذه اللي نسويها؟ قربوا الكاميرا شوي. احيانا تجلس في مجلس بجنبك صاحبك، انت تصد كذا يمين يسار، تصدد في المجلس، بعدين تتكلم مع صاحبك، أقول لك كذا كذا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت
فهي أمانة. شو معنى هذه الالتفاتة اللي أنا كنت أتصدد فيها يمين ويسار؟ هذا شو يعني؟ بعدين أجي أقول لك شو يعني هذه؟ يعني أنا مش حاب حد يسمع، يعني أنا أبغى أتأكد اللي بجنبي بعيد ولا قريب لما صديت له. بعدين جيتك وقلت لك هذا الشيء، هذا معنى، هذا معنى، هذا سر، وبتروح تتكلم فيه عند الناس وعند ربعك. يا أخو اليوم الواحد ما يستطيع يحفظ يقول كلمة حق صديقه حق شيء إلا من رحم الله عز وجل. تجد خبرك فايح في المجلس عند ربعك عند الشباب. ما يصلح هذا الشيء. الإنسان لابد أن، هذه ترى صفة نبيلة، صفة جميلة، وهي حفظ أسرار الناس وحفظ أسرار إخوانك ومن يعيش معك. بكل شيء تسمعه تطير فيه، بكل شيء تسمعه تخبر فيه، لا لا أنا هذا أخوي ولد عمي ربيعي عادي بقول له ما فيها شيء. طلع الخبر، ولد عمك أنت خبرته، ولد عمك بيخبر الجماعة، ثاني يوم الخبر في السناب شات نازل، وفلان سر. يا صراحة أقول لك صريحة، أنا قلت بس حق ولد عمي، ولد عمي الله يهدي طلع الكلام. لا يا إخوة، علينا 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 يا إخوة أن نحفظ أنفسنا ونحفظ ألفاظنا ونحفظ منشوراتنا. أنا الحين أرجع وأكرر وأقول، ثواني باقي للبرنامج، أرجوك أرجوك من طلب خاص من أخوك، تدخل الحين لبرامج التواصل، اللي ما يقدمون لك حاجة وما تتعلم منهم حاجة طيبة، أنفولو، إلغي متابعتهم، أدخل حسابك ومنشوراتك، المحرمات، النساء، التبرج، يا أخي احذف وارتاح، احذف وارتاح، الله يرضى عنك، تلقى الله يوم القيامة سليم. لا الله يسألك عن ليش نشرت وليش سويت. يا ليتنا نستجيب لهذه النصيحة. الحلقة اليوم كانت مثمرة وجميلة، الشكر موصول لطاقم التصوير وللمخرجين خلف الشاشة، شكرا لكم جميعا مشاهدينا، واعتذر إذا شديت أو حاجة اليوم. أشوفكم على خير وإلى اللقاء الجديد بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.